بقاربه يتجول داخل الحي السكني بعدما غمرت مياه الفيضانات المنازل والسيارات وأضحت الشوارع ممرات مائية تستحيل الحركة فيها بغير هذه الوسيلة. حاله مع ذلك يبقى أفضل من رجل وطفل أعلنتهما الشرطة الكندية في عداد المفقودين بعدما جرفت السيول التي تجتاح إقليم كيبك سيارتهما نتيجة الأمطار الغزيرة التي أدت إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهار، مما أجبر المدارس والهيئات الحكومية على إغلاق أبوابها. قوات الجيش الكندي التي نشرت قرابة 1200 جندي للتعامل مع الفيضانات سارعت للتدخل بوضع أكياس الرمال أمام المنازل وتعزيز الجسور وفتح الممرات وإجلاء بعض المتضررين بعدما أعلنت مدينة مونتريال كبرى مدن الإقليم حالة الطوارئ. الفيضانات التي تعد الأسوأ في المنطقة منذ عقود تسببت في تضرر آلاف المنازل في 126 بلدية في أنحاء كيبك، وتسببت في تشريد مئات الأشخاص في مونتريال وحدها، فيما وصفت السلطات هطول الأمطار بأنه تاريخي. حركة المرور بدأت تستعيد طبيعتها تدريجيا بعدما قطعت الفيضانات كثيرا من الطرقات، وأثر سوء الأحوال الجوية نهاية الأسبوع على نحو 200 رحلة جوية من مطار بيرسون الدولي في تورونتو بالتأجيل أو الإلغاء.